ومرة أخرى يا الله تحولت بهذا الشكل جول 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 للكوري الجنوبي. كان له ما أراد، والأعمال اللي قام فيه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين. يوفنتوس يهدم بعدد أكبر من اللاعبين، الكرة الرأسية تحول في الجول، جول هجوين للمرة الثالثة يسجل في مرمى توتنهام، في تورينو سجل، في لندن يسجل، وفي ملعب ويمبلي الآن يسجل هدف التعادل. الكرات المتغير، شوف العدد لا أعلم، قد يكون في الحاضر أمامنا لكن في الماضي شوف 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 شوف، ولا حظ التقدم ولا حظ الانفراد ولا حظ الجول، جول أرجنتيني آخر يظهر. غابوا الاثنين في الشوط الأول، ظهروا الاثنين في الشوط الثاني، هجوين أولا ديبالا ثانيا، هدفين متتاليين لفريق يوفنتوس، وبالتالي الانفراد. لاحظ 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 لاحظ